ومعنا في الاستوديو الاستاذ خليل الزاويه وهو قيادي بحزب التكتل للعمل والحريات، والاستاذ العجمي الوريمي وهو قيادي في حركه النهضه. ابدا معك استاذ العجمي الوريمي، هل هناك مفاوضات فعليه تجري بينكم او استشارات من قبل الحكومه لكم بشان لجنه تحقيق اهداف الثوره؟ هناك اتصالات اوليه، ولكن لا يمكن ان نتحدث الان عن مفاوضات حقيقيه حول هذا الموضوع. نعم، يعني هل ينطبق عليكم هذا الامر؟ نفس الوضعيه، معناها هنالك مشاورات، لكن احنا طلبنا انه تركيبه اللجنه تكون بالتوافق. ما الذي تعنيه بالتوافق؟ يعني هنالك معناها من يمثل الاحزاب السياسيه ومن يمثل الجمعيات، وهنالك الشخصيات الوطنيه، ونريد ان نطلع على هذه الشخصيات. لا تكون من اختصاص الحكومه تعيين الشخصيات الوطنيه، وانما بالتوافق مع ممثلي الاحزاب والمنظمات الوطنيه. يعني إذا استطعنا أن نطلق أن هذه المرحلة هي مرحلة استشارية تمهيد لمرحلة مفاوضات، يعني هل نستطيع القول أن تشكيل اللجنة بالتوافق حسب ذكرك سيد خليل هو الأساس لتشكيل هذه اللجنة من قبل جميع الأحزاب التي ستخاطب؟ هو بالأساس، معناه هو هام جدا، معناها تشكيل اللجنة بالتوافق مسألة محورية لنجاح أعمال اللجنة، لأنه العملية الوفاقية الجديدة هي تكوين معناها وفاق بين أوسع أطياف المجتمع السياسي التونسي لخلق مناخ جديد من أجل تحضير إلى النصوص الجديدة التي ستؤسس إلى المرحلة الانتخابية القادمة. فالتوافق مبدأ أساسي، يجب أن نتجنب القرارات الأحادية، وكذلك يجب أن نتجنب القرارات الأغلبية والأقلية. معنا إلى أي حد ينطبق ما ذكره الأستاذ خليل الزاوية على موقف حركة النهضة من هذه اللجنة سيد العجمي؟ ويبدو في البداية أن الحكومة أرادت من هذه الهيئة أن تكون بديرا عن مجلس حماية مكتسبة الثورة، في حين أن هذه الهيئة لا تعوض مجلس حماية مكتسبة الثورة، والمجلس أيضا لا يعوض هذه الهيئة. فيمكن أن تشتغل كلتا المؤسستين من أجل تحقيق نفس الأهداف. والمجلس حماية مكتسبة الثورة هو في الحقيقة يعتبر الأول مولود لهذه الثورة، وهو الذي أول مولود ينسجم مع منطق الثورة الذي لم تقبل به السلطة في الحقيقة إلا بعد استقالة السيد محمد الغنوشي وتعيين السيد باجي قايد السبسي رئيسا للحكومة آنذاك. ولأول مرة تعبر السلطة بأنها قطعت مع العهد الباد، وأنها قبلت بمنطق الثورة، وقبلت بالعمل من أجل تأسيس مرحلة جديدة يعمل فيها كل الأطراف الوطنية على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، بدءا بانتخاب مجلس تأسيسي على قاعدة قانون انتخابي جديد يحقق العدالة ويحقق التمثيل الحقيقي لكل الأطراف. الآن تفصلنا 5 أشهر عن انتخاب المجلس التأسيسي. في حركة النهضة كيف تنظرون إلى دوركم سواء داخل هذه اللجنة، لجنة تحقيق أهداف الثورة، أو خارجها؟ نحن نعتبر أن المرحلة القادمة ينبغي أن تكون مرحلة وفاقية، أي أن لا تقوم على إقصاء أي طرف كان، بل مع تشريك كل الأطراف في تحديد التمشي وتحديد التصور وتحديد الآليات وأيضا القوانين والتشريعات. طيب، يعني هل هناك، البعض اعترض يعني حسب قراءتنا في الصحافة على أنه يجب أن يكون التوافق مبنيا أيضا على نسبة مشاركة للأحزاب في هذه اللجنة وأيضا في المجلس التأسيسي. فكرة التمثيل حسب حجم الحزب أو التيار أو الحركة، هل هي فكرة مقبولة لدى الجميع؟ ليست لنا مقاييس كي نقول الحزب هذا له وزن والآخر أقل أو أكثر. اليوم لم تقع انتخابات باش نقول الحزب هذا عنده 15% نسب اقتراع والآخر 20 والآخر 30. فمن الضروري أن نكون معناها التمثيل يكون واسع وعلى قاعدة المساواة.
من أجل معناها خلق نوعا ما من البرلمان الوفاقي لتأسيس لقوانين جديدة لتحكم اللعبة الديمقراطية بكل شفافية وتمكن الناخب التونسي من اختيار بكل حرية. هذا الأساسي. يعني هناك الآن تقريبا 30 حزب مرخص له للعمل السياسي، وأيضا هناك 30 حزب في انتظار الترخيص. يعني هل نستطيع الحديث عن 60 ممثل داخل هذه اللجنة؟ أعتقد أن كل من شارك في الثورة وساهم فيها ودعمها منذ اليوم الأول له الكامل الحق والمشروعية في أن يسهم في رسم ملامح المستقبل النظام السياسي ومستقبل البلاد. تبقى الصياغ هذه بطبيعة الحال يمكن أن نتفق نتوافق ونتوصل إلى أفضل صيغة ترضي كل الأطراف. وهل يمكن يعني هل من السهل على الحكومة وعلى المسؤولين عن هذه اللجنة التوصل إلى صيغة ترضي 60 حزبا وتيارا وحركة وهناك شخصيات وهناك أطراف نقابية أيضا وهناك مجلس حماية الثورة؟ على كل هذا الرقم 60 حزبا هي في الحقيقة ربما لا تعطينا صورة غير حقيقية عن الواقع، لأن هذه الأحزاب بعضها وليد وبعضها يعني لم نسمع به بعد ولا الإعلام لا يعرفه ولم لم تتح لها الفرصة لتعرف بنفسها وببرامجها. أما الأطراف التي شاركت في الثورة منذ اليوم الأول وساندت الثورة وتبنت أهدافها وتعتبر نفسها لا تزال إلى الآن تتحمل مسؤولية الدفاع عن أهدافها، هذه الأطراف معروفة ومعلومة لدى الجميع ومن حقها أن تسهم في رسم ملامح المستقبل. يعني هل يعني ذلك أن الأحزاب التي شكلت وولدت بعد الثورة سيكون لها اعتبارات مختلفة؟ بطبيعة الحال معناها الأحزاب التي لم تتشكل قبل الثورة، ما نحكيش من الناحية القانونية، من الناحية القانونية هذه مسألة ثانية، لكن الأحزاب الجديدة التي لم تشارك ولم نسمع عنها وعن أعمالها قبل الثورة وأبان الثورة لا يمكن أن تطلب منا المشاركة في لجنة من هذا القبيل. فمعناها من الضروري أنها تكون معناها تحترم الوضع. ثم هنالك اقتراع 5 أشهر مقبلة، فالاقتراع سوف يعطينا فكرة حول وزن جميع الأحزاب السياسية. أشكركما ضيفينا الكريمين، الأستاذ خليل الزاوية القيادي في حزب التكتل للعمل والحريات والأستاذ العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة. شكرا جزيلا لكما.